مرحبا بكم. في هذا الدرس سوف تتعلم كيفية برمجة وحدات الإدخال فرضا Analog Input حسب الفيلد اللي عندك. أول ما تروح على الهاردوير راح تنفتح لك الهاردوير Configuration. طبعا السيماتيك مو كل وحدات تجي بها تقدر تغيرها. فرضا هذه الوحدة Analog In Analog Out، لما ما تضغط عليه الدبل كليك ما بها الانبوت، ما تقدر تحدد الانبوت مالتها، هي ثابته يعني تجي فقط تقرا لك انالوج وحسب البروبرتيز مالتها. او اختارت هذه الوحده الثانيه اللي هي انالوج انبوت 8 × 12 بت، لما ما تضغط عليه دبل كليك شوف راح يعطيك خيار الانبوت. خيار الانبوت هنا تقدر تخلي الميجرمنت حسب حاجتك. يعني الان عندي كارنت، عندي ريسيستر، عندي ثيرموكابل، اقدر اختار حسب اللي يناسبني. اوكي، ففرضا هنا اريد اختار فولتج، هذا راح يقيس لي فولتج. اوكي، تختار قياس او الرينج، فرضا 5 فولت. اوكي، الثاني الثالث هذا نختاره كارنت 4 واير. اوكي، واكو كارنت 2 واير 4 واير. اكيد اللي مشتغلين بالسيطرة والنظم يعرفون 4 على 20 ملي امبير. اوكي، اختار 4 على 20 ملي امبير. عندي ترانسميتر تشتغل على 4 على 20 ملي امبير. زين، اوكي، هذا مشكلة بالويندوز. زين، بعد هنا فرضا اختار ريسيستر. زين، هم بها انواع، وتقدر هنا تختار فرضا نختار هذا بالاخير، شنو هذا الثيرموكابل. اوكي، ام بي تايب. زين، على كل حال عرفنا كيف نغير الانبوت، تعطي اوكي واهم شيء تعطي كومبايل. زين، بهالحالة عرفنا كيف تغير الانبوت للانالوج، لان الانالوج بعدة انواع وقلنا مو كلهن يستقبلن التغيير، هذا ممكن تغيره وهذا السابق ما ممكن تغيره. فلحد هنا نشكر متابعتكم، شكرا.